مشاهدينا، وللحديث أكثر عن المشهد الختامي لدورة وهران المتوسطية نربط الاتصال بموفد قناة الجزائر الدولية مصطفى بغرار، إذن المتواجد في قلب الحدث في وهران بمناسبة الندوة الصحفية التي عقدها رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط الإيطالي دافيد تيزانو. بداية مصطفى، صباح الخير، أهلا بك. أهلا خالد، صباح الخير مشاهدي متابعي قناة الجزائر الدولية. متواجدون الآن بقصر المؤتمرات أحمد بن أحمد في الباهية وهران، الذي شهد اليوم ندوة صحفية للسيد عبد العزيز درواز محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط ورئيس اللجنة الأولمبية الإيطالي دافيد تيزانو، حيث كان الحديث عن إجمالي أو تقييما لهذه الدورة الذي اعتبرها تيزانو ناجحة بكل المعايير وترقى للمستوى العالي، بداية من المنشآت حيث أثنى عن كل المنشآت التي احتضنت هذه الألعاب، بداية من المطار إلى القاعات إلى الملعب الأولمبي، وقال في هذا الصدد بأن هذه الدورة التي كانت ناجحة بكل المعايير ستتعب من بعدها، يعني هنا يقصد تورنتو التي ستحتضن الدورة القادمة، ولذلك اعتبر الجزائر ناجحة ورقت يعني لكل التطلعات التي كانت سائدة قبل بداية هذه الألعاب. يبدو أن وهران رفعت سقف التحدي عاليا. مصطفى، حدثنا ربما عن الأجواء التي تسود هناك في الباهية بمناسبة المشهد الختامي الذي أكيد سيكون كبيرا ويرتقي إلى مستوى الأجواء التي عاشتها الباهية خلال هذه الدورة. وهو كذلك خالد، يعني الكثير من الجماهير التي لم يسعفها الحظ في حضور حفل الافتتاح أبت اليوم إلا وأن تشارك في حفل الختام، حتى وإن كان ملعب وهران لن يسع الجميع إلى أن الرغبة هنا جامحة من طرف ساكنة وهران وحتى من مختلف ولايات الجزائر، أبوا إلا أن يحضروا هذا الحفل الذي ممكن سيكون حفلا ربما يكون بنفس الحجم حفل الافتتاح، خاصة وأن المهندس دادا كان قد صرح لنا عبر قناة الجزائر الدولية بأن الحفل لن يقل عن حفل الافتتاح، وقال بأنه هنالك الكثير من المفاجآت التي قد مصطفى أكيد الحفل سيكون كبيرا والأجواء ستكون استثنائية. مصطفى بغرارة، أنت محظوظ طبعا بالتواجد في قلب الحدث، إذن شكرا جزيلا لك مصطفى بغرارة، موفد قناة الجزائر الدولية إلى وهران.